أكد سعادة السيد علي بن محمد الرماحي وزير شؤون الإعلام أن دولا ومنظمات مشبوهة تقف وراء الحملات المعادية والحاقدة ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة بغرض النيل من مكانتها الرفيعة ودورها الريادي كقبلة للعالمين العربي والإسلامي وركيزة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأشار سعادته في حديث مع صحيفة اليوم السعودية إلى أن مملكة البحرين تقف في خندق واحد مع الشقيقة الكبرى، كما أكد سعادته أن خروج النظام القطري من مأزقه وعزلته لن يكون إلا عبر بوابة الرياض وفي إطار البيت الخليجي وليس عن طريق المكابرة وتزييف الواقع ونكث العهود ومحاولة الاستقواء بالخارج.